أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسأله عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا
أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءه رسلنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات كتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد
ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم تتناول الربع الثالث من الحزب الخامس والعشرين، ابتداء من قوله تعالى في سورة يوسف المكية: رب قد آتتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث الآية. أول آية في هذا الربع هي آخر آية وردت في موضوع قصة يوسف بالذات، وهي تشير إلى الأثر العميق الذي تركه في نفس يوسف جمع شمله مع أبويه وإخوته، وتوذن ببالغ شكره لله على سابغ نعمته واعتماده المطلق على رعايته وولايته. ربي قد آتيتني من الملك، في هذا إشارة إلى ولايته لمنصب العزيز في مصر وما أدركه من السلطة والنفوذ بحكم ذلك المنصب. وعلمتني من تاويل الأحاديث، في هذا إشارة إلى ما أكرم الله به يوسف من نفاذ البصيرة وصدق الفراسة، مما ظهر أثره البين في تعبيره رؤيا ملك مصر وتعبير رؤيا صاحبيه في السجن وتأويل رؤياه نفسه التي جاءت مثل فلق الصبح. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة. هذه مناجاة من يوسف لربه، وتضرع بناديه، وتوكل عليه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا دعاء من يوسف إلى الله بحسن الخاتمة والموت على الإسلام واللحاق بالصالحين في دار السلام، حتى يتم الله عليه نعمته في الآخرة كما أتمها عليه في الدنيا. وكلمة الصالحين متى وردت في الذكر الحكيم، فالمراد بها كل مؤمن أدى ما عليه من حقوق الله وحقوق العباد من أي جيل كان، قديما أو حديثا، ولو كان مجهول القبر، مجهول التاريخ، لا قبة عليه ولا ضريح. فالعبرة في هذا اللقب، لقب الصلاح والصالحين، إنما هي بمجرد العمل الصالح المقبول عند الله لا بما سواه. وقوله تعالى هنا حكاية عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما، لا يلزم أن يكون سؤالا ناجزا للموت ولا تمنيا لها في الحين كما فهمه بعض المفسرين، وإنما هو من باب الدعاء المعتاد كقول الداعي: اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال الموت وعن تمنيها. روي في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، أي لعله يسترضي ربه ويتوب، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هكذا يقول عليه السلام. وقوله تعالى: انتهاء قصة يوسف،
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. هذا تعليق على هذه القصة وما شابهها من قصص الأنبياء بأن العلم بها والاطلاع على دقائقها دليل جديد يضاف إلى دلائل النبوة، فهي من قبيل العلم بالمجهول الذي كان مغيبا عن الرسول، إذ الرسول عليه السلام لم يعاصر يوسف ولا إخوته ولم يشاهد الظروف التي لابست قصته، ومع ذلك فإن الوحي يأتيه بلبها ويكشف له عن سرها لما فيها من حكم وعبر يتعظ بها من تقدم ومن تأخر. ثم يعقب كتاب الله على ذلك كله بأنه مهما كان حرص الرسول عظيما على إيمان الناس وهدايتهم بجميع الوسائل، فإنه لا سبيل إلى إلجائهم للإيمان ولا إلى إكراههم عليه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إشارة إلى أن نصح الرسول للناس وقيامه بدعوتهم إلى الحق إنما هو تطوع منه في سبيل الله امتثالا لأمره وقياما بحقه، فلا مطمع له من وراء ذلك في مال أو جاه، وإنما هدفه الوحيد ربط صلة الناس بالله. وكلما كانت دعوة الداعي لغيره خالية من الطمع فيه كانت أقرب إلى التأثير عليه. وقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إشارة إلى ما عليه عمي البصائر والأبصار من الغفلة عن ملكوت الله والذهول عن آياته الباهرة، رغما عن كونها معروضة على أقوى وجه وأحسنه في كتاب الكون الفسيح، وهي بمرأى ومسمع من جميع الناس في جميع الأزمان وفي كل مكان. وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يندرج تحت هذا مشرك العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام ويقولون إنها تقربهم إلى الله زلفى، ويندرج تحته اليهود الذين يقولون عزير بن الله، والنصارى الذين يقولون المسيح بن الله، كما يندرج تحته كل من نسب الضر والنفع والعطاء والمنع إلى غير الله، وكل من علق أمله ورجاءه على المخلوق لا على الخالق، وكل من حلف بغير الله بدلا من أن يحلف بالله، وكل من عمل عملا ليرائي به الناس دون أن يقصد به وجه الله. فهؤلاء جميعا يندرجون بوجه أو آخر من قريب أو بعيد تحت قوله تعالى هنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك. الله أكبر، الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة والتولة شرك، والمراد بالتولة السحر وما شابهه. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وروى أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وروى أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وروى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، الرياء. وخطب أبو موسى الأشعري فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. ومن هنا رفع عدد من علماء الإسلام عقيرتهم ضد بعض المظاهر المبتدعة التي يرتكبها العوام عند زيارة مدافن أهل الفضل وأضرحتهم، وإنما رفع أولئك العلماء عقيرتهم ضدها نصحا منهم لعوام المسلمين حتى لا يقعوا بسببها تحت طائلة الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي طليعة العلماء الذين جاهروا بالنصح في هذا السبيل حجة الإسلام الغزالي نفسه، وهو من كبار العارفين، في كتابه الشهير الإحياء، فقد قال رحمه الله أواخر كتاب الإحياء عند كلامه على زيارة القبور: ما نصه؟ زيارة القبور مستحبة على الجملة، مستحبة على الجملة، للتذكر والاعتبار، للتذكر والاعتبار.
ثم قال رحمه الله ما نصه: والمستحب في زيارة القبور أن يقف الزائر مستدبر القبلة، مستدبر القبلة، أي حتى لا يخلط بين العبادة والزيارة، فالعبادة تكون باستقبال القبلة، والزيارة يقول الغزالي ينبغي أن يقف الزائر مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه الميت، وأن يسلم ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله، فإن ذلك من عادة النصارى. هكذا يقول الغزالي رحمه الله: والمستحب في زيارة القبور أن يقف الزائر مستدبر القبلة مستقبلا بوجه الميت، وأن يسلم، أي يسلم على الميت: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يمسح القبر ولا يمسه ولا يقبله، فإن ذلك من عادة النصارى. وكفى بهذا النص الذي نقلناه عن حجة الإسلام حجة في هذا المقام. وقوله تعالى: أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، إشارة إلى ما يترتب عن الغفلة عن الله والإعراض عن تدبر آياته وعدم الاعتبار بسننه التي جرى عليها في خلقه من مداهمة العذاب والمفاجأة بالعقاب، بينما العقل السليم يقضي بوجوب الاستعداد لكل الطوارئ والتسلح لمواجهتها بالإيمان الخالص والعمل الصالح والتزود بزاد التقوى. لكن الغفلة التي استولت على الغافلين جعلتهم آمنين مكر الله أو شبه آمنين. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم قائلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وفي هذا الخطاب يأمر الله رسوله بأن يبلغ الناس أجمعين أن ملة الإسلام هي السبيل الوحيد إلى الله. قل هذه سبيلي، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كما يأمره بأن يبلغ الناس أجمعين أن الدعوة التي جاء بها هي دعوة إلى الله مجردة من كل غرض إلا ابتغاء مرضات الله، أدعو إلى الله، وأن دعوته منبثقة عن إيمان صحيح ويقين تام وحجة قائمة، فهو منها على بينة على بصيرة، وأن هذه الدعوة دعوة خالدة مستمرة يقوم بها ويبلغها إلى الناس ما دام على قيد الحياة، ثم يقوم بها من بعده ورثته وأتباعه إلى يوم الدين. أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. وقوله على لسان رسوله: سبحان الله وما أنا من المشركين، هذا ضرب للمثل حتى يقوم كل داع إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به، وحتى يتبرأ من الشرك وأهله براءة تامة. ثم تحدث كتاب الله عن الرسل السابقين وعن عاقبة الكافرين بهم المكذبين، داعيا الذين خلفوهم من بعدهم وساروا على نهجهم أن يعتبروا بهم ويتراجعوا عن غيهم، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك
إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ويستفاد من قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أن الله تعالى لم يرسل قبله إلى البشر إلا بشرا رسولا، ولذلك أرسل من نفس النوع إلى العالمين خاتما الأنبياء والمرسلين. وقوله تعالى من أهل القرى، المراد بالقرى هنا المدن كما نص عليه المفسرون، واستفادوا من ذلك أن الرسل كانوا يختارون من أهل المدن لا من أهل البوادي لما في ذلك من الحكم والإصرار، ولعل من بينها سرعة التأثير وسرعة الانتشار. وبين كتاب الله عاقبة المؤمنين كما بين من قبل عاقبة المكذبين، فقال تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وأضاف الدار إلى الآخرة كما يقال مسجد الجامع ويوم الخميس كما نص عليه ابن كثير. ثم بين كتاب الله أن الله تعالى لا يخذل رسله أبدا، وأنه سبحانه وتعالى ينزل عليهم نصره في أحرج الأوقات وأشد الأزمات، وذلك قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ومعنى الآية حتى إذا استيأس الرسل من كفار قومهم واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين وظن الكافرون أن الرسل كاذبون في إنذارهم لتأخر العذاب عنهم جاء النصر من عند الله، فنجى الله القوم المؤمنين وعذب القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل من كفار قومهم واستأخر العذاب عن أولئك الكافرين وظن الكافرون أن الرسل كاذبون في إنذارهم لتأخر عذابهم جاء النصر من عند الله فنجى الله القوم المؤمنين وعذب القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وكما بدأت سورة يوسف بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، ختمت أيضا بتأكيد ما في عرض قصص الرسل وأممهم من عبر وحكم وما يستفاد منها من هدى وبيان مما يوجب تلاوة كتاب الله بمزيد التدبر والإمعان. فقال تعالى لقد كان في قصصهم أي في حكاية إخبارهم عبرة لأولي الألباب أي العقول، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.